suis professeure à Wiched Shafiqa, je suis médecin rhumatologue au رئيسة مصلحة في مستشفى الدويرة. Donc هذه الحملة التحسيسية اللي كانت مبادرة حسنة من طرف لي لابوغاتوار فراتير غازيس واللي وهذه المرح وهذه وهذه المبادرة هي موجهة سورتو للو غران بوبليك يعني للمريض المريض واللي باش المريض باش المريض هو يجي يحوس على الانفورماسيون احنا كأطباء متخصصين في هذا المرض احنا نوجهوا المعلومه وندوا المعلومه للمريض هذا هو الهدف من هذه المبادره التحسيسيه اولا تعريف المرض اش الشق العظام هي كما الاسم تاعها يدل هي العظام لما تفقد الصلابه تاعها والجهد تاعها والكثافه تاعها تؤدي الى ان المريض يكون معرف اكثر للكسر ونعرفوا كاع التعقيدات تاع الكسر سورتو لما المريض يكون سوجي اجي يكون معرض لهذا الكسر لي كومبليكاسيون دي فراكتور سون كونو سورتو لي فراكتور تاع لانش اللي هي دي فراكتور براتيكمون مورتيل اما لي شيفر دونك بور il s'agit d'une maladie يعني c'est une maladie de santé publique وعلاش باسكو حنا او ديبي اون سينسبيري دي شيفر تاع الاوروبيان دي شيفر ا ليترونجي حبينا نعرفوا اش في هذا المرض يكونسيديري كوم اون مالادي سانتي بوبليك كوم اي لي كونسيديري ايور كوم اي لي كونسيديري سيت باتولوجي كونسيديري ايور دونك درنا دراسات وكانت عنوان الاطروحه تاع الدكتوره اللي هو ديتيرميني لا بريفالونس دو لوستيوبوروز بوست مينوبوزيك اون الجيري واخترنا قتلنا الجزائر هو يعني بلد يعني ستامبيكي هيتيروجين دونك ما قدرناش نديروا هذا الاحصاءات في كل المدن الجزائر عملناها خيرنا مدينه من المدن هي مدينه الدويره اللي هي اكوتي دو لوبيتال دو دويره نقدروا نعرضوا النساء يجوا يديروا الفحص في المستشفى والريزولتا يعني نتائج تاع هذه الدراسه صبنا بلي 41.7 41.7% من لا بوبولاسيون فيمينين اللي عندهم العمر تاعهم 45 الى فوق يعني اللي عندهم سن اللي راهم في سن الياس لازم تكونوا دي فام مينوبوزي في سن الياس صبناهم بلي 41.7 مؤهلين ماشي مؤهلين يعني معرضين لهذا المرض ولما درنا انيتيود دو ستاندارديزاسيون اكسترابولي هذا الرقم على الرقم في كل يعني دون لا بوبولاسيون جينيرال صبناه يلحق 36% دونك لو شيفر اوفيسيل سي 36% دو فام اجي دو 45 ans et plus في سن الياس معرضه انها دير اون اوستيوبوروز بوست مينوبوزيك دونسيتوميتريك باش نتفاداو هذا المرض ولا باش نعالجوا هذا المرض كان دو موايان لي موايان ديغنوستيك اسكو اوني اسي كابابل دونك دو فير لو ديغنوستيك بريكوس وكاين لي موايان ثيرابيوتيك بالجزء الاول هو لو موايان تاع التشخيص يعني امكانيه التشخيص انا اظن ان بصفتي متخصصه في هذا المرض انه الامكانيات التشخيص قليله وعلاش لانه لو موايان لو فيريتابل موايان ديغنوستيك هي لا دي ام او لاباري هذه قليله بزاف وكنشوفوا نورمالمون هذه يعني في نقولوا في الجزائر نورمالمون كل المستشفيات وحتى لي ميديسان بريفي لي ليبيرو يكون عندهم هذا لو موايان تاع التشخيص ثانيا من امكانيات الادويه اظن ان الادويه كاينه يعني الحمد لله متوفره يا لي لابوغاتوار جزائريين وغير جزائريين يعني الادويه الحمد لله الى يعني في هذا الحين متوفره